بلدية جمورة الواقعة شمال بسكرة تحتفي بمهرجان السياحة الجبلية المنظم من طرف الديوان المحلي للسياحة. عروض فولكلورية من عمق التراث الأصيل شكلت صورة جميلة طغت على المشهد العام. تزخر هذه المنطقة من مواقع سياحية وأثرية وتاريخية المعروفة بالمواقع السياحية بمنطقة بني سويك، وكذلك قصر الأولاج وقصر جمورة وقصر واد ولاد إبراهيم وقصر مورو. تزخر بهذه المنطقة وللتعريف بالسياحة الداخلية المحلية إن صح التعبير. بالمناسبة تم تكريم شريف العمامرة أحد الناشطين في السياحة الذي قضى سنوات في خدمة هذا القطاع. السياحة الجبلية هي جزء ومجال من السياحة الموجودة بولاية بسكرة والمذكورة في والموجودة في مذكرة أو ذاكرة السياحة منذ القدم، خصوصا السياحة الواحاتية التي تبقى وكانت ولا زالت هي الأمل الكبير. في بسكرة فضاءات سياحية دينية واحاتية وجبلية ومناظر خلابة تسر الناظرين على غرار مناطق أخرى من هذا الوطن. ترى متى يكون للسياحة في الجزائر شأن عظيم؟